الوضع ما صراحة ما يعني النهارده اروح اكشف انا المخزن الجو شمس هسكن شويه شمس هروح اكشف. طب ومين هيطلع بالعربيه؟ هطلع سواق طبعا هتبقى قلقان. وبعد كده وبيت معك بيت يعني المستلزمات بيت ومعك بيت اخوك هتوكل وياكل ويشرب. وبعد كده حال الوضع يعني ما وعندك يعني هناك اول ما تروح تمول بياخذ منك 20 جنيه زياده او 10 جنيه زياده الشاي بتاعه. وبعد كده ما تقدرش تفتح بقك. هنا برضه والحسيت راحت فين؟ في الشرق عندك خميم في محطتين، محطه لغت مع بحث اليومين برضه زي كده لها ثلاث ايام كلام سليم وما عرفوش ينظموها برضه من ازمه البنزين وقفلوها خدت شهرها مقفوله. ومحطه ثانيه بعديها بشويه وما فيش يعني الحسيتها راحت فين؟ ما تدور على الحسيتها. طب حسيتها المفروض تاخذها بنزيمه زي دي، بنزيمه زي بتاعت العارف. طب مش متوفره، ما المفروض الزحمه دي ما يعني الناس تاكل وتشرب منين؟ الحال صعب يعني. عندك وقتك وعمال بالليل بالكامل عشان نقول العربيه، جاي واقف من الساعه 9 الصبح انا زق في العربيه مشطبه بنزين ما فيها او نشتغل عاوز نروح ان انا نروح في البيت يقول لا تسرق فيها فيش بنزين. احنا بقالنا من قبل العيد على الخليج من قبل العيد عشان تمول العربيه تنومها ورديه وتشغلها ورديه، تنومها ورديه وتشغلها ورديه عشان تمول. السواق كان راكبها السواق العربيه سابها بسبب البنزين، نايم بسبب البنزين. ما فيش عليه قصة كاوتش، عليه قصة بطارية، عليه قصة عربية، هنجيب منين؟ ما لازم نلقى بنزين عشان نشتغل نروح ب 100 جنيه، ند بتاع البطارية، ند بتاع الكاوتش، ند ده، نلقى في البيت فلوس، لكن ما فيش بنزين، أقل حاجة أربع ساعات. أنا وقفت من الساعة 10 الصبح، وهذه الساعة دخلت على 2، الصف الآن قرب يخش الثقافة الصف. والله يا باشا احنا بنوقف تحت القوة والله، يعني أنت الواحد دب عليه قصة عربية وما قدرش يدفع قصة العربية وأزمة البنزين. وهنا في البنزينات برضه معامله مش قد كده برضه كل حاجه والله. يعني انت توصل هناك ممكن يقول لك مثلا في بنزين يقول لك شطب. عامه يعني يا باشا واحنا عندنا هنا المحطات تصفيه قليله ما فيش، يعني التعاون وعندك عند الاميري وعندك المؤسسه فين اللي شغال ثاني؟ ثلاث محطات ماسكه محافظه قليلين يا باشا والله يا باشا. هي وتسهيلها يعني ممكن ساعات الواحد بوقف ساعتين ثلاثة ممكن بعد كده ممكن تبات من الليل عشان تلحق قبول الأول الصبح الكلام ده والله. والله يا باشا احنا يعني نتمنى ان احنا البنزين يبقى قاعد على طول، بس يعني الواحد ما قادرش يشترك في الغاز الطبيعي، يعني 4800 الواحد مش قادر ما يدفع قصة العربية ولا يدفع غاز الطبيعي مش قادر خالص والله. زحمة وما لاقينش بنزين، جربنا نشحت والله يا عم والله جربنا نشحت عربات على أقساط ثلاث ساعات ان شاء الله ويمكن اكثر. هي مره واحده بتفضي الصبح لحد ما تخلص الكميه وما تجيبش تاني.